تعثر الحوار مع المركزيات النقابية تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق المعارضة الكلمة لأحد النواب. السيد نائب. السيد رئيس الحكومة، أسائلكم باسم فرق المعارضة في هذه الجلسة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي وليست فضاء للنقاش العمومي. السيد رئيس الحكومة، حكومة مؤسسة الحوار الاجتماعي وحكومة عادت به إلى الوراء. حكومة وضعت خطوط حمراء للحوار، حوار اجتماعي عبارة عن مسرحية ملغومة، احتقان اجتماعي وضرب للقدرة الشيائية للشغيلة المغربية، نقابة ديمقراطية تقاطع فاتح ماي. رئيس الحكومة ينصرف ويغادر الجلسة الشهرية يومين قبل احتفال الشغيلة المغربية بعيدها الأممي حتى لا يجيب عن تعطل الحوار. وزير يهين المغاربة ويعتبر نفسه راعيا للقطيع. وزراء وإداريون يتدخلون في انتخابات ممثلي المأجورين والموظفين. وزراء يتصلون بالباتونة لاختيار منازل. شكرا سيدنا. الكلمة السيد رئيس الحكومة للجواب على السؤال في حدود 26 دقيقة و30 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود في البداية أن أشكر فرق المعارضة على طرح موضوع الحوار الاجتماعي الذي يتيح فرصة عرض ما استجد في هذا الموضوع. وغني عن القول أن الحوار الاجتماعي يشكل آلية أساسية لتطوير التعاون بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، كما أن لتوطيده دورا حيويا في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة منذ تنصيبها على إرساء آليات وقواعد الحوار الاجتماعي عبر جملة من المبادرات الهادفة إلى مؤسسته، وعقدت عدة لقاءات ثنائية وجماعية مع المنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين، مما مكن من تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة تحملت من أجلها الدولة ولا تزال كلفة كبيرة في ظرفية اقتصادية صعبة. سيد رئيس، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الحوار الاجتماعي لم يتوقف بين الحكومة والنقابات، بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف في بعض الأحيان، وهو أمر طبيعي. وللتذكير، فقد عقد اللقاء الأول في 14 مارس 2012، أي أسابيع فقط بعد تنصيب الحكومة. تلته سلسلة من الاجتماعات للجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص. وفي إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي تم الاتفاق خلال الاجتماعات الثنائية المنعقدة في شتنبر 2012 على إحداث اللجنة العليا للتشاور إلى جانب اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وخلية لدى رئيس الحكومة لتتبع حل النزاعات المستعصية مباشرة. كما تم يوم 22 أكتوبر 2012 عقد اجتماع مع المركزيات الخمس، قدمت الحكومة خلاله عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2013. وانعقد يوم 4 يناير 2013 اجتماع للجنة العليا للتشاور خصص لتقديم حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل ومناقشة القضايا الجديدة التي تقدمت بها النقابات. ودعت الحكومة إلى دورة جديدة في 27 أبريل 2013، لكن لم تستجب لها بعض النقابات. ثم عقدنا معها لقاءات ثنائية في 25 أكتوبر 2013 لتدارس سبل مواصلة الحوار وفق منهجية متوافق بشأنها تراعي الإكراهات الاقتصادية والمالية لبلادنا. وقد عقدت الحكومة لقاءات مع المركزيات أيام 15 و25 و29 أبريل في شهر واحد 2014،
وتم التوافق على إبقاء هذه اللقاءات مفتوحة لمواصلة مناقشة مطالبها والعمل على إيجاد الحلول لها مع مراعاة التوازنات المالية للدولة والحفاظ على تنافسية المقاولات. ومن جهة أخرى تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد يوم 30 يناير 2013 خصص لمناقشة تقرير اللجنة التقنية، وللإعداد لاجتماع آخر للجنة الوطنية دعونا إلى لقاءات تشاورية مع النقابات يوم 4 دجنبر 2013 غير أن بعضها لم يستجب. وعقدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا بتاريخ 18 يونيو 2014 تم التوافق خلاله على إصلاح منظومة التقاعد في شموليتها مع اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة لمواجهة تفاقم عجز نظام المعاشات المدنية. وبرصد سنة 2015 عقدت الحكومة في 10 فبراير جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خصص لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المطروحة، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بشكل منتظم وتحديد منهجية عمل لمعالجة مختلف الملفات مع إحداث لجان موضوعاتية وعقد اجتماع في أقرب أجل للبت في إصلاح نظام المعاشات المدنية. سيد الرئيس، لقد تحملت الحكومة الحالية تنفيذ اتفاق 26 أبريل الذي وقع في الظروف التي يعرفها الجميع، والذي قامت فيه الحكومة ساعتها بالاتفاق مع النقابات على أشياء كثيرة وثقيلة جدا، ولكن هذه الحكومة وفت بها جميعا أو تقريبا، الذي يحمل التزامات جد مكلفة ويستجيب لمطالب عديدة ناهيك عن التزامات سابقة لهذا الاتفاق تأخر تنفيذها كمسألة التعويض عن فقدان الشغل، وهو ما وقع مؤخرا. وبالرغم من أهمية هذه الالتزامات وكلفتها التي يعتبر مجرد الاقتصار على تنفيذها تحديا في حد ذاته، فقد بادرت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب جديدة، وسأقتصر على بعض الأرقام والمؤشرات المهمة المتعلقة بما أنجزته الحكومة على الصعيد الاجتماعي، باعتبار أنه ماشي فقط كنا كنلتقيو بالنقابات على مدى هذه السنوات كلها مرات متعددة، في بعض الأحيان 3 مرات في شهر واحد جميع النقابات بما في ذلك التي انشقت عن بعضها، ولكن كذلك هذه الأمور كانت تبعتها نتائج عملية لصالح الشغيلة. أولا، تخصيص غلاف مالي سنوي إضافي قدره 13.2 مليار درهم، وأتمنى أن تأخذ الأرقام وحجمها ويحسن تقديرها، شنو هي 13.2 مليار ديال الدرهم، لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، هذه من نهار اللي جات الحكومة. اتخاذ تدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، منها تمكين الأجراء غير المستوفين لشرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم المرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد. هذا راه منذ كانت لا سينيسيس هو مطلب، احتاجت هذه الحكومة عاد استجبت له، ما بقاوش الناس كيضيعوا في الحقوق ديالهم إلا ما كملوش 3240 يوم. توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري الأساسي على المرض التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وهذا كذلك مطلب قديم. الرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لمنح رواتب التقاعد. الرفع من الحد الأدنى، هذو كانوا كيقبضوا 120 درهم 140 درهم، هذا الشيء راه قلنا شحال من مرة. الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% موزع على سنتي 2014 و2015، وهذه السنة 5% غتدخل في يوليوز 2015. رفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا بكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53000 مستفيد، لم يبقى في الوظيفة العمومية أي شخص أجرته أقل من 3000 درهم. إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم، الإجراء الذي انتظر 10 سنوات طوال، احتاجت الحكومة التي يقال أنها لا تفعل شيئا. إخراج مجموعة مشاريع القوانين كتلك المتعلقة بحوادث الشغل والعمال المنزليين، هذا غير ديال هاد العمال المنزليين اللي قديم في هذا البرلمان بحالي أنا يعرف شحال وهذا كينتظر.
ومدونة التعاضد والصحة والسلامة المهنية وعلاقات وشروط الشغل في الصناعة التقليدية. هذا دون الحديث على المجهودات المبذولة على مستوى البرامج الاجتماعية كتعميم التغطية الصحية والاهتمام بالفئات الهشة الأخرى من خلال تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتمويل نظام المساعدة الطبية ومحاربة الهدر المدرسي وتمويل الدعم المباشر للنساء الأرامل وتفعيل صندوق التكافل العائلي للنساء المطلقات وتخفيض أثمنات أزيادة من 1700 دواء وتخصيص ما يفوق 50% من الميزانية العامة للبرامج والقطاعات الاجتماعية باعتبار أن الحوار الاجتماعي لا يشمل الشغيلة وحدها بل يشمل جميع الفئات الهشة الموجودة في المجتمع والنقابات يعني سعيدة بطبيعة الحال بأن تكون لها كذلك مساهمة في هذا الأمر. وبالمناسبة فقد قفزت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية من 66.7 مليار درهم سنة 2007 إلى 105.5 مليار درهم سنة 2015 وتمثل حاليا 11% من الناتج الداخلي الخام و54% من ميزانية السير و57% من العائدات الضريبية. كما يمثل متوسط الأجر الشهري الصافي بالمغرب 3 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي مقابل 1.4 في تونس و1.6 في تركيا و1 في فرنسا مثلا. وقد ارتفع متوسط الأجر الصافي الشهري بالوظيفة العمومية أرجو أن يسمع جيدا هذا الرقم من 5333 درهم سنة 2007 إلى 7500 درهم سنة 2014 أي بما يعادل 5% سنويا من الزيادة كل عام 5%. الأمر الذي لم يتبعه لا الأثمنة ديال المواد ولم يتبعه كذلك يعني التضخم في حين لم يتعدى المعدل السنوي للتضخم برسم نفس الفترة 2%. سيد الرئيس لا يخفى عليكم أن بلادنا مرت بظرفية اقتصادية ومالية صعبة كل شيء كيعرف باللي كاين أزمة اقتصادية من 2008 خلفت ارتفاعا في عجز الميزانية والمديونية ونقصا حادا في احتياطي العملة الصعبة وهذه الوضعية اللي تلقينا معها ملي جينا باش كنا مضطرين نمشيو للإفمين ناخذوا منه إمكانية ديال الاقتراض ديال 6.2 مليار ديال الدولار. الحمد لله ما احتاجين لهش. وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتصحيح الوضع حيث انتقل عجز الميزانية من أكثر من 7% كان كي يعني الإفمي كيقول 7.7% وحنا كنقولوا 7.1% من ناتج الداخل الخام سنة 2012 إلى 4.9% سنة 2014. ورغم ذلك فإن الإكراهات المالية لا تزال قائمة مما يحتم التحكم في النفقات العمومية وتحسين التوازنات المالية والتنافسية مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين. التوجه ديال الحكومة هو هذا للحالة ديالو لا بأس بها كنقولوا له اصبر شوية واللي ما عندوش كنقولوا هذا خصنا نتفاهموا معه لا بضل القول حد. وفي ظل هذه الظرفية الصعبة فإن مجموعة من النقابات تطالب بإجراءات من قبيل الزيادة في الأجور ب 25% في القطاعين العام والخاص مما يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا تتحملها الميزانية العامة بالنسبة للموظفين ناهيك عن إنهاك تنافسية المقاولة. راه بالمناسبة هذيك 10% اللي دازت في 2014 راه ما مرت إلا بصعوبة بالنسبة للمقاولة وهددوا بأنهم سوف يفقدون تنافسيتهم. ناهيك عن إنهاك تنافسية المقاولة وبالتالي التأثير سلبيا على قدرتها على المحافظة وحدة فرص الشغل. مراجعة جدول الضريبة على الدخل بانعكاس مالي يقدر ب 5 مليار درهم قال لك نرفعوا الإعفاء مما سوف يكلفنا إلى 6000 درهم مما سوف يكلفنا 5 ملايير درهم. تنفيذ إحداث درجات جديدة بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى 7 مليار درهم. الزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم شهريا مما يتطلب 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة في وقت يسجل فيه نظام المعاشات المدنية اختلالا كبيرا سيجعله عاجزا في أفق منظور عن الوفاء بالمستحقات القائمة لفائدة المتقاعدين إن لم نعجل بالقيام بالإصلاح وهو ما سنفعله إن شاء الله الرحمن الرحيم. والواقع أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية لا تتحمل اعتماد إجراءات مالية جديدة علما أن كتلة الأجور ترتفع تلقائيا
بما يبلغ 5 مليار درهم للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالترقيات المترتبة عن تحسين الحصيص السنوي للترقي إلى 33% وتحديد سقف الانتظار في 4 سنوات للترقية بالاختيار. وديروا الحساب وشوفوا العام الأول 5 مليار ديال الدرهم، العام الثاني 10، العام الثالث 15، العام الرابع 20، العام 25، كانت توصل 75 مليار ديال الدرهم في خمس سنوات. وختاما أؤكد أن الحكومة تبقى منفتحة لدراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع. وبهذا الخصوص فإن الحوار الاجتماعي ينبغي أن لا يركز فقط على فئة الموظفين ومستخدمي ومأجوري القطاع الخاص، بل ينبغي أن ننتبه جميعا للفئات المهمشة من المواطنين والتي لا تتوفر على من يوصل مطالبها ويدافع عنها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة. أفتح باب تعقيبات فريق العدالة والتنمية في حدود 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، أخوة الأخوات النواب، شكرا على تناول هذا الموضوع الهام اللي هو الحوار الاجتماعي. احنا السيد رئيس الحكومة نفهموا أن الحوار الاجتماعي هو أولا وأخيرا مسؤولية، ولذلك سمي حوارا لأنه ينتظر منه أن يكون قوة اقتراحية فيها إنتاج، فيها سعي جماعي بتعبئة جماعية لحل الإشكالات الكبرى. مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالملفات الكبرى التي انكبت عليها هذه الحكومة. أنا أذكر على سبيل المثال ملف التقاعد. ملف التقاعد هذا من الملفات الشائكة اللي كانت دائما مطروحة على أجندة الحوار الاجتماعي ولم تجد لها حلا. نحن نشبهه وكأنه على دي كرة اللعب التي بدأ الجميع يتقادفها بعضا لبعض خوفا من أنها تشتعل في ثياب أحدهم. الحمد لله وصلنا إلى رئيس حكومة وحكومة مسؤولة تحلت بالشجاعة وقالت هذه هي الوقت اليوم باش هذه الكرة التي خفنا منها مدة طويلة نطفيها. ولكن ملي خداها رئيس الحكومة وقال أنا غنطفيها واخا اشتعلت فيا أجيو مدوا يد العون باش نطفيوها جميع. كاين اللي كان مسؤولا وفهم حساسية اللحظة السياسية اللي كنعيشوها، وكاين اللي غير سمع الهضرة ومشى سباق هو العرس بليلة مشى كيشعل العافية قبل أن تشتعل. ولكن الحمد لله سمعنا دعوات إلى إضرابات عامة غير مفهومة في هذا السياق، سمعنا محاولات للتأجيج إلى النزول إلى الشوارع. هذا المجتمع كان دائما محصنا ضد الاشتعال، والشغيلة المغربية التي بمقتضى التمثيلية كيمثلها الشركاء الاجتماعيون وفيهم الجادون أثبتت عبر التاريخ أنها قادرة تقرأ الخصوصيات ديال اللحظة التاريخية. أنا أضرب مثال بالشغيلة التعليمية التي ضحت بالساعات التضامنية وخدمات بلا ما تخلص إلى الآن، لأنها فهمت في لحظة أن المجتمع المغربي خصو تضامن، وهذا الشيء حنا يجب أن ندعمه في هذه اللحظة لأن هذا هو الحوار الاجتماعي الحقيقي. لا أحد يمكن أن يفهم في المغرب اليوم، تفضلوا شي حد يشرح لنا يقنع المغاربة في لحظة كيتطور فيها الاقتصاد المغربي، مستوى التنافسية، جاذبية ديال الاستثمارات، المؤشرات من المؤسسات الدولية كتقول بأن اقتصادنا هو بخير، ونسمع في لحظة دعوة إلى قطاع إلى إضراب عام وكأننا في بلد غير مستقر سياسيا وكأن كاين شي حاجة واقعة. اليوم المغاربة يفهمون جميعا هذه التداعيات وهذه لحظة، لحظة المسؤولية التي يجب أن نعود فيها جميعا ونفهم بأن الاعتبارات السياسية تكون في أحيان مفهومة عند النقابات لأن عندها هذه الامتدادات في العالم كامل، ولكن في اللحظات اللي كنحتاج نكون فيها منصفين لنقول أن العديد من النقط التي أدرجت في الملفات المطلبية ديال النقابات لسنوات وجدت لها الحل مع هذه الحكومة المسؤولة فحد اللحظة دون أن تمر ضرورة عبر آلية هذا الحوار الاجتماعي. للأسف الشديد إذا كان قال بأنه عطل وتم يعني اختلاق المبررات باش يتعطل هو الحقيقة. انتهى التوقيت. شكرا. الكلمة لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في حدود 4 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدتين والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. السيد رئيس، لن نختلف في كون أن الحوار الاجتماعي كيف ما جاء في الكلام ديالكم آلية في آلية السلم الاجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي، وكذلك ما نختلفوش في كون أن الحوار الاجتماعي يهدف إلى مناقشة القضايا ذات المصلحة المشتركة بين الفرقاء الاجتماعيين بجهة والحكومة وأرباب العمل على أساس مبدأ التشاركية اللي نص عليه الدستور. والحوار الاجتماعي السيد رئيس الحكومة أيضا له انعكاساته على مجموعة من المحاور المهمة، المحور الاجتماعي، المحور السياسي، المحور القانوني والمحور الاقتصادي كذلك. لكن السيد رئيس الحكومة لا يبدو أنكم مستوعبون لهذه الأمور، فقد مرت 4 سنوات دون أن تعرف مؤسسة الحوار الاجتماعي أي نتائج تذكر، وذلك بسبب تبخيسكم لهذا لها بدل جعلها في صلب اهتمامات حكومتكم التي أعلنت حربا على الطبقة الفقيرة والمتوسطة. ففي عهدكم أصبح الحوار الاجتماعي عبارة عن جلسات تشاور مفتوحة حول القضايا المطروحة، وأضحت الجلسات مجرد جلسات واجتماعات فقط. سيد رئيس الحكومة، لقد تبين من خلال جلسات مع الفرقاء أن حكومتكم لن تأتي بأجوبة شافية تندرج ضمن استراتيجية حكومية واضحة المعالم، وإنما يظهر أنها مهووسة بشيء اسمه إصلاح التقاعد ولو على حساب مجموعة من الأمور الأخرى. وقد عبرنا تماشيا مع الفرقاء الاجتماعيين أن إصلاح أنظمة التقاعد يشغل بال جميع المغاربة للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن معالجته يجب أن تتم في إطار المنظومة المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية وليس من زاوية أحادية بطريقة انفرادية. إننا لسنا ضد الإصلاح، لكن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الموظفين والمأجورين. سيد رئيس الحكومة، إننا نستغرب ونتأسف على تعاطيكم السلبي مع مطالب الطبقة العاملة المغربية البسيطة التي هي اليوم بين مطرقة قرارات حكومتكم اللاشعبية والهادفة إلى القضاء على قدرتهم الشرائية وسندان التزاماتهم والمعيش اليومي. فكيف وأنتم الذين تدعون حملكم لهموم وهواجس الطبقة الشغيلة ألا تستجيبوا بشكل فوري وطوعي مع جل مطالبها والمتمثلة في الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وحماية الحريات النقابية، ما دمتم تقولون أن الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج، لكننا نتخوف من أن تكون النتيجة هي مثل ينطبق عليها المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا. سيد رئيس الحكومة، إن منهجية الحوار الاجتماعي تقتضي أن للحوار مواعيد ثابتة يجب احترامها حيث ينعقد مرتين في السنة، وهذا الشيء كان في وقت سابق، وذلك قبل الإعداد لمشروع القانون المالي للسنة الموالية، والمرة الثانية في شهر أبريل حتى يشكل هذا الشهر فضاء زمنيا للحوار والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقيات تقدم للطبقة الشغيلة. شكرا سيدنا، انتهى الوقت. شكرا. الكلمة للفريق الحركي في حدود 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدتين والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في موضوع الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، لأتقدم في البداية بتحيتي تقدير وإكبار وامتنان للطبقة العاملة وفي مختلف القطاعات سواء الإنتاجية أو الخدماتية أو في الوظيفة العمومية على التضحيات الجسام وروح العطاء التي يقدمونها فداء لوطنهم. ونحن في الحركة الشعبية نؤمن أشد الإيمان
بأن أفضل ثروة يتوفر عليها المغرب هي طاقته البشرية الخلوقة والخلاقة ورأس ماله البشري الذي أثبت جدارته وكفاءته وقدرته على الصمود في وجه التحديات. ونعتقد بأن المناسبة سانحة لإلاء المزيد من العناية والتكريم والتمنين والتتمين لهذه الطاقات الخلاقة من خلال إجراءات حكومية تروم إسعاد الطبقة العاملة وتحقيق رفاه عيشها وتكريمها التكريم الأمثل. فلا يكفي في تقديرنا أن ننتظر حوارا اجتماعيا لإلاء الموضوع ما يستحقه من عناية واهتمام، بل يتعين أن يكون هذا الأمر من ضمن أسس أي سياسة عامة، على اعتبار أن العنصر البشري هو عماد هذه السياسات، وفي نفس الوقت هو منتهى ما تروم تحقيقه هذه السياسات. فالمقاربة يجب أن تنصب على العامل وكذلك غير العامل، وعلى الحضري والقروي والجبلي. وبخصوص الحوار الاجتماعي، فإننا نعتقد بأن هناك سياسة عمومية اجتماعية واضحة، فأكيد أنها تشتغل على تراكم المأسسة التي شهدها الحوار الاجتماعي في سنوات سابقة على تشكيل هذه الحكومة. والدليل على ذلك المجهود المالي المرصود لأجرة اتفاق 26 أبريل 2011 وسعيها الحثيث لتنفيذ ما تبقى من هذا الاتفاق، ولا سيما الترقية الاستثنائية وقانون تنظيم الأعمال الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية وولوج الخدمات الاجتماعية كالسكن والنقل والترفيه ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. إننا في الفريق الحركي نطالبكم بتعزيز مأسسة التوجه الاجتماعي للحكومة وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وكذا القانون التنظيمي للنقابات إلى حيز الوجود، كما نطالب بتعزيز المقاربة الحكومية للجانب الاجتماعي بصفة عامة من قبيل تحسين الأوضاع المادية وتوطيد الحماية الاجتماعية والرفع من قدرة الشرائية وتحقيق الكرامة لجميع المواطنين والمواطنات. شكراً سيد النائب، شكراً. يوجد بين ظهرانينا السيدة روسيبيل راموس مادريغال، رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص الفوبريل المغرب أمريكا الوسطى الكاريب. كما يوجد أيضا بين ظهرانينا سعادة المهندس عدنان السواير، رئيس لجنة النظام والسلوك ببرلمان المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا. الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة في حدود 4 دقائق. أصالة والمعاصرة. تفضل السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة، السادة والسيدات الوزراء المحترمين. باسم فريق الأصالة والمعاصرة اسمحوا لي أن أساهم في هذا النقاش حول الحوار الاجتماعي المتعطر. السيد رئيس الحكومة اللي سمعكم وسمع بعض الفرقاء المتدخلين من هنا يقول بأن الحوار الاجتماعي بخير، أن كل شيء بخير والعام زين، هذا الشيء ماشي صحيح. الحوار الاجتماعي متعطر. الحوار الاجتماعي بطبيعة الحال ما قيمش كيف خاصه يكون. مأسسة الحوار الاجتماعي اللي كنا نتمناوها على ان تكون واحد الثقافه تشاركيه اقتصاديه اجتماعيه بطبيعه الحال ديمقراطيه لتنزيل مضامين الدستور 2011، ما كايناش السيد رئيس الحكومه، ولم تتوفقوا في تنزيل مضامين الدستور 2011 فيما يخص الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي متعطر بطبيعه الحال، والدليل هل يعقل على انه في عيد الشغل وفي عيد الشغيله المغاربه طبيعة الحال اللي مولفين تيتبعوه وبكل اهتمام والعالم يتبعوه بكل اهتمام، هذا العام عشنا أزمة طبيعة الحال، عشنا استثناء على أنه النقابات المركزيات العريقة بطبيعة الحال قطعت هذا اليوم الاحتفالي اللي كان خاص الحكومة تزف لهم في هذا اليوم هذا، بطبيعة الحال أمور اللي هما متعودين عليها.
لكن الحكومة جاءت بطبيعة الحال بعكس ما كان يشتهيه ويتمناه المركزيات النقابية. الشيء اللي ادهم على المقاطعة، واعتقادي على أنكم شاركتم السيد رئيس الحكومة مع النقابة ديالكم بحدكم، وهذا مش حوار. اللي تيشارك بوحدو راه خاصه شي حاجة، اللي تيتحاور بوحدو راه خاصه شي حاجة. الحوار يقتضي أطراف متعددة، يقتضي ثقافة الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر. هادشي اللي بينتو على أنكم ما قابلينش الرأي الآخر. درتوا الإقصاء، أقصيتوا الأطراف الأخرى، إما إحنا ولا الطوفان. وهذه ماشي ثقافة الحوار، هذا تغييب الحوار، هذا قتل الحوار، هذا تشويع الحوار، وهذا ما يقبلوش المغاربة وما يقبلوش المغرب، وماشي إحنا اللي غادي نجيوه بطبيعة الحال. خاصنا إحنا الطموح ديالنا على أنه الحوار يترعرع وينمو بطبيعة الحال، لأن الحوار، تقدم الحوار هو إنعاش الشغل، تغييب الحوار هو قتل الشغل. بهذه العملية اللي درتوه بطبيعة الحال وبهذه الكيفية وبهذا التعامل تقتلون الشغل. هو مريض مع القلة وقرعة الإنعاش وجيتو حيدتو ديك داك السيروم حيدتوه لي بهذه الكيفية هذه. هذا الشيء ما مقولش السيد رئيس الحكومة. حنا تنعرفوكم بطبيعة الحال، قلتم على أننا دزنا من ظروف صعبة، صحيح، ولكن الآن هذه الظروف الصعبة وهذه الأزمة العالمية راه المغرب استفد منها. ملي الثمن ديال الباريل نزل الى المستويات اللي حنا تنعرفوها، راك دخلتوا الملايير. ملي السنه الفلاحيه اللي جات مزيانه، راه بطبيعه الحال تمناو على ان التدبير ديالها يكون في الحكومه يكون في مستوى باش رجعت كذلك بالخير. ولكن هذا ما استفدتش منه الطبقه الكادحه، ما استفدتش منه الطبقة الشغيلة. بطبيعة الحال ما كنا ننتظره أن تستفيد منه، ما كانش غير رجع عليها بالخير. هذه الحكومة هذه اللي قلتوا بأنها جات واحد العداد ديال الأمور إيجابية، هذه الحكومة زادت في الضريبة على القيمة المضافة، على على على, 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 على المستضعفين والعاطلين والطبقة الشغيلة بطبيعة الحال المستضعفة. وتتعرفوا السيد رئيس الحكومة على أنه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير منصفة. شكرا سيد نائب، ضريبة غير منصفة. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. شكرا. الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي في حدود 3 دقائق 30 ثانية، تفضل سيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدتين السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. بداية نتقدم بالشكر الجزيل للفرق التي تقدمت بهذا الموضوع، الموضوع الذي ارتأينا أن نتعاطى معه في فريق تقدم ديمقراطي إيجابيا من منطق اهتمامنا بالطبقة العاملة وبقوى الإنتاج الوطنية، وهي كذلك مناسبة نعبر من خلالها عن اعتزازنا بالخلاصات التي تمخضت عن الجولات السابقة للحوار الاجتماعي والأفاق التي يفتحها في سبيل دعم الاستقرار والسلم الاجتماعي، ونستحضر بالأخص منها أولا مواصلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، ثانياً إقرار تعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، ثالثاً إمكانية استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 لمجموع اشتراكاتهم في حالة عدم توفرهم على حد معين من أيام العمل، رابعاً توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلاقاً من فاتح يناير 2015، خامساً التعويض عن حوادث الشغل إضافة إلى الإجراءات المتخذة الرامية إلى ضمان السلامة المهنية، سادساً السماح لتعاضديات القطاع العام بتوقيع اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ونتطلع السيد رئيس الحكومة إلى تسريع الدراسات المتعلقة باستفادة الوالدين من التغطية الصحية التي يستفيد منها الأبناء النشطون، والتعجيل باستصدار قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب وقانون النقابات المهنية
والمصادقة على المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، ونطالب بتحسين المناخ الداخلي للمقاولات المتوسطة والصغيرة بالأخص، والرقي بمستوى العلاقات المهنية وثقافة الحوار، ومحاربة تشغيل الأطفال، وتفعيل المجالس واللجان ثلاثية التركيب وطنياً وجهوياً ومحلياً في أفق تحقيق مسعى حوار اجتماعي تشاركي شامل بما يضمن حقوق الطبقة العاملة في مجالات الصحة والسكن والتعليم والصحة، بما يضمن مجتمع العدالة الاجتماعية التي ينشده حزبنا. كما ندعو إلى إرساء آليات وقواعد جديدة كفيلة بتطوير هذا الحوار وتكثيفه للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة ومختلف قوى الإنتاج الوطنية، وهو ما سيساهم في اعتقادنا في رص الصف الداخلي وتعزيز مكانة المغرب دولياً، وهي الغايات التي نتقاسمها معكم. وندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى السير على دربها مطمئنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً سيد النائب. كلمة للفريق الاشتراكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، السيد رئيس الحكومة، إن إثارتنا لموضوع تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى تمليه علينا ضرورات مجتمعية بالأساس، إيمانا منا بأن الحوار الاجتماعي هو محطة مصالحة وإنصاف ومصالحة سياسية بالأساس. من بعد ما أسسناه داخل حكومة المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، وصالحنا الشعب مع الإدارة، وصالحنا الشعب مع المؤسسات، مع الأسف اليوم في ظل الدستور التشاركية حق الحوار أصبح في حد ذاته مطلبا يجب النضال من أجل تحقيقه. حتى إصلاح صندوق التقاعد الذي تحدثتمون عنه فهو مجرد كلام فقط، أي إصلاح، هناك حلول ترقيعية فقط. المغاربة لن ينسوا الإصلاح الذي قامت بحكومة التناوب عندما أدت كل المتأخرات عند ما رفعت من قيمة التقاعد وحافظت كرامة المتقاعدين من أزيد من 2 مليار دولار آنذاك. سيد رئيس الحكومة، نحن هنا بإرادة الناخبين جميعا، نحن هنا وأتحدث على جميع النواب الجدد، جئنا ونحن مؤمنون بأن ما يجمعنا جميعا معارضة وأغلبية وحكومة بالأساس هو الوطن. جئنا ونحن نؤمن بأن علينا جميعا أن نجد الشغل للمعطلين، أن نوفر سكن لائق، أن نساعد المواطن على الولوج إلى الصحة، أن نحسن من وضعية الأجور المأجورين والعمال. لم أعتقد يوما أن تتحول هذه المؤسسة إلى السب والشتم والتنابز بالألقاب. لم أعتقد يوما أن يأتي وزير داخل القبة ويعيد المغاربة ويبشرهم بتعميم المنحة على الأقاليم، من بينهم إقليم بولمان اليوم 280 طالب راهم كيحتجوا أمام العمالة لأن السيد الوزير وعدهم تعميم منحة، مجرد أكدوبة. لا يعقل ومن العار سيد رئيس الحكومة أن نختزي الحياة واستهلاك المواطنين في السكر وآتاي والدقيق المدعم. الحياة اليوم تتغير، يجب على الحكومة أن تواكب هذا التغير، يجب على الحكومة كذلك بتحسين وضعية الأجراء والعمال، لأن أي أجير إلى ما خدم على رأسه كيخدم على عائلته، كي عنده خوه معطل، عنده أخته معطلة، عنده معوق، أو لا كيخدم على والديه. لا يمكن أن تتعامل هذه الحكومة مع الملفات الاجتماعية بمنطق الربح والخسارة. لا يعقل أن ترفع الحكومات من الأرقام ومن المؤشرات على حساب الطبقة الضعيفة والطبقة المتوسطة، وتترك الكبار
أن يستفيدوا بالامتيازات والإعفاءات الضريبية، أليس من باب الإنصاف سيد رئيس الحكومة أن بعدما جاد الله علينا بالمطر، ودائما ترددون إذا جاد عمر جاد الله عمر، أين هذا الجود؟ ألا من باب الإنصاف أن ينعكس هذا على الدخل للمواطنين؟ الحوار الاجتماعي سيد رئيس الحكومة ضروري لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كذلك. الحوار الاجتماعي ليس هو الزيادة في الأجور فقط، بل هو آلية لبناء الديمقراطية. بناء الديمقراطية سيد رئيس الحكومة هو إرجاع ثقة المواطنين. سيد رئيس الحكومة حتى القانون تحدثت عنه تعويض عن فقدان الشغل مجرد أكذوبة، لأن اليوم كانت الحكومة في الأهداف ديالها تبلغ 30,000. شكرا سيدنا، انتهى التوقيت. شكرا. الكلمة لفريق الاتحاد الدستوري في حدود 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة المحترم، سيدات السادة الوزراء المحترمون، سيدات السادة النواب المحترمون، سيد الرئيس، منذ توليكم رئاسة الحكومة لم يخرج الحوار المتعثر أصلا بين الفرقاء الاجتماعيين بنتائج ملموسة، حيث لا تبدو مؤشرات تثبت استفادة الطبقة الشغيلة عكس ما تدعيه الحكومة من دعم لهذه الطبقات المرابطة في الإدارات العمومية والشركات الخاصة والصاهرة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية لبلادنا. وطبعا لا يمكن أن نحقق تقدما في هذا الحوار الذي نعتبره في فريقنا آلية ديمقراطية منتجة وناجعة لحل المشاكل ما دمنا نسجل بكل أسف تهرب الحكومة من حوار جدي مع الفرقاء الاجتماعيين، والذي أدى إلى إضراب عام شل كل جوانب الإنتاج في البلاد. وقد يزداد الأمر تعقيدا ما دامت الحكومة أولا متمادية باتهام النقابات بخدمة أجندات سياسية نيابة عن الآخرين، وأصبحت تشير سلاح الاقتطاع من أجور المضربين لتركيعهم في غياب قانون للإضراب. ثانيا متمادية في التوجه الرامي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ونهج سياسة إنهاك جيوب المواطنين بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة. ثالثا متمادية في عدم رغبتها الحد من بؤر التوتر الاجتماعي في العديد من القطاعات، مما يضرب في الصميم التوجه الذي نتوخاه من أن يصبح المغرب وجهة استثمارية متميزة. ومقابل ذلك لا زال الحوار وسيلة فقط لكسب الوقت، إن لم نقل هناك تغييب عمدي لحوار جدي. وكنا ننتظر منكم في الجلسة السابقة طمأنة الطبقة الشغيلة على بعد يومين من احتفالها بعيدها العالمي، مع الأسف منها من خرج محتجا على عدم اهتمامكم، ومنها من قبع في بيته نادبا حظه من سوء سياستكم ومعاملتكم لها. وكل ذلك تتحمل فيه الحكومة جزءا كبيرا من المسؤولية، وعلى رأسها أنتم السيد الرئيس. كنا نأمل في الفريق الدستوري أن تهتم الحكومة بانشغالات الطبقة العاملة والمنتجة بدل الخوض في مزايدات سياسوية تضرأ بها الرأي العام الوطني عن رداءة نتائجها في شتى المجالات. وانطلاقا مما يخوله لنا الدستور في دورنا كمعارضة بناءة وبكل مسؤولية سياسية بعيدا عن المزايدات والاتهامات، نقترح عليكم السيد الرئيس ما يلي. أولا إعادة النظر في بنية الأجور لتحسينها بدل تجميد الترقيات. ثانيا إصلاح صناديق التقاعد التي هي في حالة انتظار لحد الآن، والانتباه إلى خطورة هذا التأخير وفتح حوار جاد ومسؤول مع كل الفرقاء. ثالثا إنعاش سوق الشغل، لأن البطالة تعززت بأكثر من 114,000 عاطل جديد، خاصة حامل الشواهد العليا، وخاصة أن هناك استياء لدى المقاولات التي تشكو حاليا من الضغط فيما على ماليتها ومن صعوبة الولوج إلى التمويل وارتفاع الفواتير غير المؤدات من قبل حكومتكم، الأمر الذي يقلص من قدراتها على التشغيل ويعرضها للإفلاس. رابعا إعادة النظر في مدونة الشغل. خامسا إخراج قانون الإضراب بدل اعتماد الاقتطاع لتركيع المطالبين بحقوقهم. سادسا إخراج نموذج شامل لسياسة التنمية الاجتماعية
مع عدم المساس بالمكتسبات المحققة قبلكم، اعتماد منظور شمولي يرفض التجزيء والانتقائية للمشاكل الاجتماعية، والتحلي بروح الثقة والمسؤولية لمباشرة الإصلاحات، وكل ذلك من أجل أن نمنح لشبابنا ولقواتنا العاملة والنشيطة الثقة في بلادهم وفي مستقبلهم. إننا في فريق الاتحاد الدستوري سنظل أوفياء لمنظورنا الذي يدعو إلى تأسيس شركة اجتماعية. شكراً. والسلام عليكم. انتهى الوقت. شكرا. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من الوقت. سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت نقول للاخوان اللي عقبوا عليا وخصوصا اللي من المعارضه، بانه ملي كنسمع بعض الكلام اللي فيه مؤاخذات معقوله، والله العظيم كنقول في نفسي هذا كلام معقول، مقترحات كنقول هذا كلام معقول، لكن شي مرات سمحوا لي ملي تنشوف شي مقترحات اللي تنقدر اللي تنشوف بلي نقدرون تنقول هاد الناس راهو ما كيعاونونا. لأن خاصكم تفهموا بلي الحكومة ملي المعارضة كتطلب شي حاجة لصالح الشعب راها كتساعد الحكومة باش تاخذ القرار، لأنه ما كاينش غير الحكومة والمعارضة، كاين أطراف أخرى، راه المغرب هذا. فحنايا انا ملي تلاقيت الاخوان مع النقابات اول مره قلت لهم ما تحتاجوش تعذبوا ريوسكم ملي تكون شي حاجه معقوله. بالمناسبه راه الاجواء غير ما تقولون بيني وبين النقابات، خصوصا النقابات المستقله. النقابات المستقله راه حنا يعني كان بيناتنا واحد الجو ودي جدا، طبعا ماشي دائما كنتفاهموا، لأن النقابات نقابات والحكومة حكومة. النقابات كيبغيو الزيادات، كيبغيو تبغي دير شي إصلاح ما تمسش الشغيلين، تيبغيو وأنت عندك إكراهات أخرى، وهذا راه معروف دائما بين أي واحد كيصرف وأي واحد كيستهلك. اللي كيستهلك تيطلب دائما أكثر، واللي كيصرف كيشوف كيفاش يدير دائما أقل باش كيجيو في الصواب في الحاجة اللي فيها المصلحة ديال البلاد. ملي كنسمع باللي يعني تعويض عن الشغل مجرد أكذوبة، تنقول ماشي معقول، لا بد يكون شي منطق باش نحلوا بحال هذا الكلام. حنا كحكومة عطينا 250 مليون ديال الدرهم هذا العام، سددناها، والملفات تتدرس والبعض منها تيتأدى، ويتقال كتكذبوا الحكومة ديالكم عند الشعب ديالكم، هذا مشكل. معناه انه كلنا كنلعبوا، ماشي معقول هادشي هذا. فاللي غيقول شي حاجه هنايا معقوله على الراس والعين، اللي غادي يجي يبدا يكذب ويكذب وحشومه. كاين شويه ديال كاين حدود ديال الحياء يبقى الانسان فيها. هاد الاصلاح 10 ديال السنوات هو كيتسنى، وجات هاد الحكومه وقررته وبين القرار والتفعيل خدا الوقت طبيعي اللي كيخصو ياخذ، واليوم صرفنا 250 مليون ديال الدرهم، يعني 25 مليار ديال السنتيم، وغنكملوا السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم 50 مليار ديال السنتيم باش يكون التعويض على الشغل. بدا ما كاينش الكذوب، المؤمن يسرق والمؤمن يزني يعني قد، ولكن المؤمن لا يكذب. والحكومه ديالنا الا بدات كتكذب خصها تمشي في حالتها. انا دابا الاخوان ملي كنتكلموا على الجوده ديال الله، اذا جاد الله جاد عمر، كنتسائل واش كاين شي اخوان هنا كيعتقدوا باللي الميزانيه ديال المغرب راه موجوده في الجيب ديال عبد الاله بن كيران،
وباللي ملي نقص البترول راه داك الاموال بدات كتراكم وغادي نضرب التليفون للنقابات ونصيفط لهم الفلوس يوزوها على العمال. اسي طار راه حنا حررنا ليزيدرو كاربور، راه ملي نقص البترول ما بقاش داخل الدوله الان فيه تا علاقه ما بقات بيناتنا، فضينا. الى نقص كينقص على المواطن، والى تزاد كيتزاد على المواطن، وهو شي مره كينقص شي مره كيتزاد بطريقه ديال الحساب موجوده حتى هي عاوتاني كذبوا فيها. السيرو الى لقيتي وداك الشيء اللي تيدار بطريقه محترم القانون هو هذاك، ما محترمش القانون مره اخرى نعاود نصيفطوا هذه الحكومه في حالتها، حنا ما لناش قصر. هذا غير معقول. واما الزرع يا ستار انت فلاح، واش يلاه طاحت الناس يلاه حصدوا سحبك الفلوس وصلوا خصنا نعاود نفرقهم عليكم. واه راه الا وصلوا راه ديالكم انتم، ما عندكم غيجيو ماشي عندي انا. هذه قضيه انت زعما فلاح وكنتي كتمتعنا في الفلاحه كتهضر مزيان ما عندي ما نقول، فهمتي. اما القضيه ديال القضيه ديال التقاعد، سمحوا لي القضيه ديال التقاعد الاخوان، كنت كنتمنى تكون هذه اللحظه ديال التقاعد نديروها اللحظه ديال الوحده الوطنيه كلنا جميع، خلافا لما يتصوروا خصوم هذا البلد، نوقفوا جميع ونديروا يد في يد كاملين ونصلحوا التقاعد. ونقول لكم كل شيء متفق معايا على اصلاح التقاعد، وكل شيء عارف بلي ما كاين حتى اصلاح الا الاصلاح اللي قلت انا، وهذاك الاصلاح اللي قلت انا ما جبتوش من راسي انا، ملي كنت جاي ملي جيت كرئيس ديال الحكومه ما كانش عندي تصور واضح اطلاقا. هذاك هو المقترح الوحيد اللي كاين، وهذا الشيء هذا ذكروا عليه النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووصلوا لنفس النتائج، وجاءوا المجلس على الحسابات وتيقول نفس النتائج، وكدنا ان نقوم به نهار ثلاثة ولا أربعة دو جنبير ثلاث. قلت للنقابات شوفوا ما تحملوش أكثر مما تطيقون، خلوني أنا غنتحمل هاد التقاعد باللي جاب الله، لأنه ماشي هاد التقاعد لصالح الدولة، هاد التقاعد لصالح الموظفين، باش غدا وبعد غدا ما يبقاوش بدون يعني مداخيل. خلوني أنا نتحملو، وهما ما بغاونيش نتحملوا بوحدي، وطلبوا مني اسبوع قدر الله في هذاك الاسبوع ما تستعرض الله به. هذا هو السبب علاش تاخر التقاعد. اتفقنا الثلاث الاخر نتلاقاو ولا الاربع ما تستعرض الله به، انا الحد ارتبكت القضيه الله يولي برحمه الله لا الله واحد. فانا تنقول لكم اليوم رحنا غير معطلين، كنعطلوا واحد الحاجه اللي من الضروري تكون، طال الزمان ام قصر، وستكون ان شاء الله الرحمن الرحيم في أدنى الآجال لصالح الموظفين. ثم بعد ذلك راه هذا الإصلاح غير الجزء الأول غير ديال السمير ديال الموظفين، أما راه باقي خاص واحد الإصلاح كيشمل هذا وكيشمل ديال لا سي ان اس اس وكيشمل ديال الار سي اير بأربعة بثلاثة كيخصهم يتصلحوا في 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 الأفق المنظور. فإذا هذا إلى زعما هدى الله الإخوان ديال المعارضة والنقابات باش نديروا يد وحدة، راه حنا ما عندناش مشكل. المسألة الأخيرة اللي بغي نقول لكم الإخوان، خص تكون الأمور واضحة. الموظفين احنا قلنا لكم معدل الأجور 7500 درهم، غتقولوا لي ما كافياش استعمل، أنا متفق معكم ما كرهتش هذاك الشيء. علاش الدور ديالنا هنايا هو نساعدوا النمو ديال بلادنا، كيفاش تنمو بلادنا، وهي الحمد لله اليوم تنمو، وتتعترفوا راكم في الكلام ديالكم تتعترفوا بانها تنمو، وكتقولوا الراس ديال المغرب مرفوع، باش مرفوع بوالو حتى حاجه، لا مرفوع بالعمل الجاد اللي كيقوم به الجميع والحكومه من بينهم بطريقه مشرفه، والعالم كله يعترف بذلك. من الصبل كنجيتيو معايا ملي كنخرج للخارج وراكم تتشوفوا داك الشيء في التلفزيون كيفاش كيتكلموا الناس على المغرب. النمو هو الاساس، ولكن واخا الموظفين 7500 درهم كتعرفوا بان اخواننا التوانسه اليوم واش كيقولوا؟ تيقولوا للدوله ديالهم حنا بغينا ديروا لينا لا لينيمو مع المغاربه، بغينا نربحوا بحالنا بحال المغاربه، اما الدول الاخرى ما نهضروش عليها، بما في ذلك اللي عندها النفط
اخواننا في الجزائر كيظهر باقي ما وصلوش عندنا لنفس الاجور اللي عندنا في القطاع العام، رغم ان عندهم النفط. سولوا الناس اللي في الشرق ديال المغرب اللي في وجده راه كيعرفوا التفاصيل. ولكن كاينه واحد القضيه، عندنا فئات وعندنا شرائح ما كتعرفش شنو هي النقابه، ما عندهاش النقابه، ما كتعرفش شنو هو الاضراب عن الطعام، ما كتعرفش شنو هو الاحتجاج، ما كتعرفش شنو هو المسيرات. جالسه في البيوت ديالها، جالسه في البوادي مقهوره، الله اللي غلب. هذه خصنا كلنا نتعاونوا نطلعوها واحد شي شويش، خصنا نطلعوها واحد شي شويه حفاظا على عليها لوجه الله اولا، لان هذيك حق ماشي فقط من اجل الاستقرار، وكذلك من اجل الاستقرار، ولانه انما ترحمون بضعفائكم اذا رحمناهم واذا قمنا بواجبنا في حقهم الله سبحانه وتعالى سيرحمنا. وانا قلت وما زلت وساظل اؤكد على توفيق الله سبحانه وتعالى، بقاو المقاولات. قالوا لك شي اخوان المقاولات خنقتلهم مستعدين، اودي الله يهديكم. واش كاين شي واحد شكاو للمقاولات؟ الله يهديكم. المقاولات باللي جينا خلصنا لهم ملايير ديال الدراهم في البنايات اللي دارتها الحكومات الاخرى وما اتخذتش فيها الاحتياطات ديال التعليم. خلصنا لهم وحلينا المشكل ديال الماء والكهرباء اللي كان كيتسالوا فيه 2 مليار ديال الدرهم المقاولات، وحلينا المشكل ديال لا تي في اللي كان فيه في الاول 2 مليار ديال الدرهم وزدناه 7 مليار ديال الدرهم اللي ما كانوش كيحلموا يسترجعوها ديال البطوار. ولهذا المقاولات كيشتغلوا، عند البعض فيهم مشاكل بطبيعه الحال، ماشي هذه الحكومه هي المسؤوله على المشاكل اللي عند المقاولات. المقاولات داخله في معركه ديال التنافسيه، خصنا نساندوا المقاولات ديالنا الجاده، هذا واجب ديالنا، لانه اذا المقاوله نجحت لابد ان الشغل سيتحرك، لابد وانه المواطنين سوف يجدون الشغل لانه غيوقع عليهم الطلب. وما تقولوا ليش حاملي الشهادات فقط، لماذا حاملي الشهادات؟ علاش المغاربه اللي ماشي حاملي الشهادات ماشي مغاربه؟ ماشي خوتنا هذوك؟ ماشي ولادنا؟ هذاك اللي حامل الشهاده، هذاك راه قرا وخذا واحد النصيب من الحق ديالو. انا نقول لي فكر في كل شيء استعمل الاله، فكر في حاملي الشهادات، وفكر في اللي عندهم الشهادات المتوسطه، وفكر في اللي ما عندهم الشهادات، وقول مع راسك باللي هذوك اللي ما عندهم الشهادات اولى، لانهم ما عندهمش اول ما قبل كل شيء كيقنعوا بالقليل، وثانيا ما عندهمش الامكانيات. اما اللي حامل الشهاده يقدر يلعاوننا واحد شويه ونطلق هو يخدم لنا الاخرين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومه. ننتقل الى صناديق التقاعد. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومه، الساده الوزراء المحترمين، الساده النواب المحترمين، كثرت صناديق التقاعد في بلادنا وكثرت معها الاختلالات الهيكلية، ورغم ذلك لا تتعدى التغذية الصحية 36% من السكان الناشطين. سيد رئيس الحكومة، ما هي الإجراءات التي ستعتمدونها من أجل إصلاح هذه الصناديق، علما أن الصندوق المغربي للتقاعد أصبح أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد أصبح ملحا وعاجلا، حيث أصبح يعاني من عجز منذ سنة 2014، حيث أن هذا العجز سيبلغ هذه السنة 2.5 مليار درهم. هل من منظور شمولي لإصلاح يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بما فيه شريحة المتقاعدين التي دائما ما تستثنى من الزيادات في الأجور؟ هل هناك من إصلاح يهدف إلى توسيع التغطية الصحية؟ شكرا سيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب والتعقيب. أولا خصي يعرفوا المغاربة واحد القضية، المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم اللي يمكن الإنسان ملي يخرج للتقاعد بعض المرات ياخذ أكثر من الأجرة الأخيرة اللي كان كياخذ. الاداء ديالنا ديال التقاعد الى ما درناش الاصلاحات من هنا ل 2021 ولا 23 غيوقف، لابد من الاصلاح. هذا الاصلاح غيمشي في اتجاه انه غيتنقص واحد الشويه، ولكن ما بغيتش نديرو بوحدي بحال اللي قلت النقابات بغاو يديروا معايا، حنا كنحاولوا نتفقوا باش نلقاو واحد الحل اللي نصلحوا به التقاعد، باش الانسان اللي كان كياخذ مثلا 9000 درهم الى خرج في 60 عام
وخرج في 65 عام ياخذ اكثر، ولكن الى خدق الى خرج في قل ياخذ ناقص واحد 400 ولا 600 درهم، ولكن بالمقابل الناس اللي لتحت كنفكروا باش نطلعوهم واحد شويه. هذا هو التوجه اللي عندنا، بحال التوجه ديالنا في كل شيء. اللي ما عندوش مره وحده ناخذوا بيدو، واللي عنده الفوق شي شويه الا حتى ناخذ منه واحد شويه يصبر لصالحه. وشكرا لكم. شكرا لكم. المجلس العمومي المتبعه لتشغيل حاملي الشواهد العليا. ونحن داخل المؤسسه التشريعيه لازلنا نسمع في اذاننا صدى الأصوات المحتجة من مختلف قشدة المجتمع من حامل الشهادات العليا، إلى درجة تكاد تتحول فيها واجهة البرلمان إلى حائط مبكى. وزارة المالية تؤكد في مؤشراتها بارتفاع معدل البطالة أنها ارتفعت من 17.8 إلى 19.4%. الحكومة عجزت على أن تحتوي هذا الملف الشائك، ناهيك عن تسريح العديد من العمال في الشركات. كيف لهذه النخبة من المجتمع التي أفنت جزءا من مجتمعها من حياتها أنها لا تساهم في الإنتاج، الرفع من الإنتاج الوطني؟ ناهيك عن مسألة الإحباط يعني الإحساس بالحجرة التي تجعل هذه الفئة عرضة للانتماء في أحضان الإرهاب أو أحضان ما يمكن من شأنه أن يهدد استقرار الأمن والسياسة في هذا البلد. هل من استراتيجية وطنية للتشغيل؟ وهل شكرا. من انتهى التوقيت. انتهى التوقيت سيدة النائبة. كلمة السيد رئيس الحكومة للجواب والتعقيب. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يفهم المواطنون أنهم بالنسبة لهذه الحكومة سواسية، وأن التفكير فيهم يجب أن يكون جميعاً، وأن لا يكون هنالك تمييز لحامل الشهادات عن غيرهم. بالنسبة للإخوة حامل الشهادات، اليوم يعرفون أن عندهم طريق للولوج إلى الوظيفة العمومية وهو المباريات، وهم الآن توجهوا لاجتياز المباريات، وكثير ممن كان واقفا بباب البرلمان الان هو موظف في الدوله لانه نجح في المباريات، الان يمكن ان يعتز انه نجح بذراعه ونجرح بكتابه. واما الاخرين فنحن لم ننساهم ونحن نحاول. بالمناسبه خدمنا 91,000 واحد وكلهم من البكالوريا فما فوق في الدوله. فيما يخص التكوين، عملنا تكوين ديال 10,000 ديال الناس اللي المفروض يمشيوا يشتغلوا في القطاع الخاص في التعليم، وكذلك يدوزوا المباريات وبزاف منهم تينجحوا. وكاين برنامج ديال 25,000 واحد غنعملوا لهم تكوين اضافي. راه ما كاينش التوظيف في سبيل الله، كاين التوظيف المنتج الذي ابناؤنا الذين تعلموا نريد ان نستفيد من كفاءتهم حقيقه. وليس تفعيل السياسه العموميه المندمجه للنهوض بحقوق المراه الفريق الاشتراكي. الاخت رشيده السيدة الرئيسه. تفضل سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، سؤالنا يتعلق بمشروع النهوض بحقوق النساء. سيد الرئيس الحكومة. تم إعداد الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة كإطار لتحقيق التقائية مختلف السياسات العمومية ذات الصلة. تمت المصادقة على البروتوكول لاختيار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. إعداد مشروعي القانونين متعلقين بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. التنصيص في القانون التنظيمي للمالية على إرفاق مشروع قانون المالية بذكر حول النوع وهو عالي لرفع التكافؤ استفاده النساء والرجال مختلف السياسات العموميه. وشكرا. كلمة السيده النائبه السيده الرئيسه للتعقيب. السيد رئيس الحكومه، كنت كنتظر انكم تقلنا بموضوعيه باننا تركنا لكم مكتسبات وارث حقيقي يستحق التمييز التمجيد والتمييز في مجال حقوق الانسان. منذ حكومه التناوب تحققت مجموعه ديال الاشياء المرأة المغربية بسبب توفر إرادة سياسية عليا في البلاد على مستوى التشريع، على مستوى التمكين السياسي، على مستوى التأهيل العلمي حتى. ما نلاحظه حاليا على حكومتكم هو محاولة النيل والمساس بهذه الحقوق المكتسبة
هذا ما يلاحظه معنا المجتمع الدولي وليس فقط على مستوى الداخل، علما بأن قضايا النساء أصبحت دعامة من دعائم ديال المشروع الديمقراطي الحداثي لتحقق حوله توافق مجتمعي منذ التصويت على مدونة الأسرة. ما نلاحظه اليوم هو غياب إرادة التفعيل والأجراء لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 19. ما نلاحظه هو الممانعة التي واجهت الحكومة بها. شكرا سيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب. أنا لو كان غير ما كانتش هذه القضية ديال المنظمات الخارجية كنت نتضامن مع الكلام ديال السيدة النائبة المحترمة، ولكن هذه القضية هذه كتشوش عليا باعتبار أن حقوق الإنسان ما هوش غير حالات وقعت هنا ولا هنا، راه حالة عامة. واش المغرب دابا محترمة في حقوق الإنسان أو غير محترمة؟ إلا في إطار القانون. لأن اسمحي لي يا السيدة النائبة المحترمة، إلا كان شكرا سيد الرئيس. حول أجراءات السياسة العمومية في مجال السكن سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، التزمتم بالرفع من وتيرة السكن، ما هي حصيلتكم في هذا المجال؟ وشكرا سيد رئيس. شجعنا المنعشين على إنتاج السكن عبر منظومة ضريبية ملائمة وتسجيل الحصول على العقار عبر تنويع العرض السكني عن طريق تدخل المؤسسات العمومية عبر تسهيل ولوج المواطنين والمقاولين للتمويل. تهدف الحكومة إلى خفض العجز السكني إلى 50% في 2016، تم خفض هذا العجز من 840 تم خفض هذا العجز من 840 ألف وحدة في 2011 إلى 650 ألف وحدة في 2013. وشكرا. شكرا. تعقيب. تفضل. شكرا السيد رئيس الحكومة. ليست لكم حصيلة في معالجة السكن المهدد بالانهيار، وهذا ورد في خطابكم. ليست لكم أيضا حصيلة في السكن الموعد للفئات الشابة والأسر الحديثة التكوين. ليست لكم حصيلة في السكن الموعد للفئات المتوسطة. الدليل على ذلك أن مبيعات الإسمنت انخفضت والقروض المخددة الموجهة للسكن انخفضت ونسبة البطالة في قطاع البناء ارتفع، والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال هي على هافة الانهيار، وهذا يدل على أن حمار الشيخ وقف في العتبة وعجزتم عن تدبير هذا القطاع. وشكرا. شكرا. الكلمة سيد رئيس الحكومة. أن يقف الحمار مفهوم، أن يتبع المظاهرات مستغرب. لم تتركوا لنا حصيلة مشرفة في السكن، ونحن نحاول أن نعالج هذا المشكل بناء على ما تركتموه لنا من نتائج سلبية في الموضوع. السلام عليكم. لفريق الأصالة والمعاصرة، تقييم السياسات العامة المتبعة في مجال إنعاش التشغيل. سيد رئيس الحكومة، هل لديكم فيما تبقى من زمن ضيق لولايتكم استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الخطوات والتدابير لمحاربة البطالة؟ وشكرا. سيد رئيس الحكومة المحترم. نعم لدينا إن شاء الله. تعقيب سيد النائب. من فضلكم. من فضلكم الاستماع للسيد النائب. تفضل سيد النائب. خصها شويه ديال الهدوء باش يسمعنا السيد رئيس الحكومه. لا، السيد رئيس الحكومه كيسمع السيدات والساده النواب. يس، الهدوء باش يسمعنا السيد رئيس الحكومه. نعم. شكرا السيد الرئيس. السيد رئيس الحكومه، انا دابا عاد نجاوبك على قلتي سولوا الناس تاع الشرق، لانك قارنتي الناس تاع تونس باغيين يكون بحال المغرب، والناس تاع النفط وكذا. الناس تاع الشرق الحدود المدخول ديالهم صفر صفر، وكاينين نواب برلمانيين ديالكم عارفين المنطقه مزيان الحدوديه، ما عندهم لا 1000 درهم لا 2000 درهم. الناس تاع الحدود ولاو محاصرين. السيد رئيس الحكومه، الخندق اللي داروا الجزائريين والمغرب دار الكرياج والسلك، هاد الناس فين يمشيوا؟ السيد رئيس الحكومه، ملي بغيتي تسول حنا كنجاوبك السيد رئيس الحكومه، واش كاين شي حلول لهاد الناس؟ راه هادي يلا اسبوع
راه 5 تاع الناس ماتوا في واحد النفق في سيدي بوبكر كيخرجوا الشاربون ما صابوش، هذا انتحار. شكرا سيد رئيس الحكومه. شكرا سيد رئيس الحكومه. اشكر للاخ تنبيهه لوضعيه بعض مواطنينا في المنطقه الشرقيه، ومن الواجب علينا ان ننتبه لكل من ضاقت به ظروف العيش بطبيعه الحال، لكن يجب ان لا ننسى ان هنالك مشاكل مع الاسف سياسيه مع اخواننا في الجزائر وحدوديه دفعتنا الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات، واللازم ان نتابع ذلك بمعالجه اوضاع هؤلاء الاخوه الفقراء. وانا اشكر على كل حال الاخ على تنبيهي لهذا الموضوع وشكرا. شكرا سيد الرئيس. السياسه العامه المتبعه بخصوص النهوض بالمنظومه التعليميه. سيد رئيس الحكومة المحترم، ما هي أهم الإجراءات المحددة لتعاطي الحكومة مع قضية التربية والتكوين والبحث العلمي وشكرا. شكرا سيد رئيس. من الاستقلال وحنا كنتذكروا في هذه القضية أش نديروا في التعليم ديالنا، وأخيرا جاءت الملك أعاد تعيين المجلس الأعلى للتعليم اللي وجد تقرير يعني فيه اكثر من 100 صفحه اللي خصو يعني يوضع توضع رهن يعني في اشاره الوزير ديال التعليم باش ينفذوا وباش يقوم بالاصلاحات اللي توافقت عليها الاطراف الموجوده في المجلس الاعلى للتعليم. وهنالك برنامج عند السيد الوزير من 2015 حتى 2030. كل هذا يطلب مني ان اشرحه في دقيقه وعشر ثواني ليس من المعقول، ولكن الله غالب. شكرا سيد رئيس. كلمة للسيد نائب تعقيب. سيد رئيس الحكومة، نحن لم نسألك عما هو استراتيجي بل عما هو إجرائي، لأننا نحن واعون بأن زمن الإصلاح ليس هو الزمن السياسي. كان حريا بكم اليوم أن تعترفوا بأن هذه الحكومة لم تجعل من قضية التربية والتكوين رهانا حكوميا بامتياز وأول أولويات العمل الحكومي، لأن هذا يعتبر القضية الوطنية الأولى رسميا بعد قضية الوحدة الترابية، وكذلك محدد أساسي للإجابة على طموحات المغاربة من باب الانخراط في نادي الدول الصاعدة. بل أكثر من هذا، وبدل الإجابة على الاختلالات الراهنة من باب الاكتضاد وظروف التمدرس والهدر المدرسي، انخرطت هذه الحكومة في خرجات إعلامية غير مدروسة تفتقر إلى رؤية واضحة المعالم. لا يستقيم السيد رئيس الحكومة أن تخصصوا 300 منصب مالي وأنتم واعون بأن الجامعة المغربية في حاجة إلى 1200 منصب مالي للحفاظ على نسبة التأطير. لا يستقيم أن تكون جامعة فيها 500 أستاذ ال 44 ألف طالب بمعدل أستاذ الكل 84 طالب. عن أي جودة نتحدث السيد رئيس الحكومة؟ لا يستقيم أن تخصصوا مالي. شكرا انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب. لما جات هذه الحكومة كانت النسبة ديال الساعات الأيام ديال التمدرس ما كتجاوزش شي الخمس ديال السنة. هذه سنتين أو ثلاث سنوات أصبح التلاميذ يتمون برامجهم والأساتذة يرسلون إلى السيد الوزير ويقولون السيد الوزير لقد أتممنا برامجنا، ماذا نعمل الآن؟ التعليم وقعت فيه شكرا انتهى التوقيت سيد رئيس. محاربة الفقر والهشاشة والتهميش تقدم به الفريق الاستقلالي، تفضل في حدود دقيقة وعشرة تقديم. شكرا شكرا سيد رئيس الحكومة. لقد التزمت الحكومة في برنامجها المقدم أمام مجلس النواب بمحاربة الفقر والهشاشة مما يضمن تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية التي تعاني من هذه الظواهر التي لا تزداد إلا توسعا وانتشارا، وخاصة بالعالم القروي. وعلى سبيل المثال لا للحصر، ساكنة إقليم مولا يعقوب التي تعاني الأمرين من هذه الظواهر، فما هي التدابير المتخذة لتحقيق هذا المبتغى؟ في غياب السيد الرئيس إذا سمحتي لي ضمن شوية ديال الهدوء. تفضل السيد الرئيس. إلا كان شي واحد معقد الدائرة مولا يعقوب. تفضل تفضل. شكرا. فما هي التدابير المتخذة لتحقيق هذا المبتغى في غياب استراتيجية واضحة المعالم من طرف الحكومة؟ شكرا. الكلمة السيد الرئيس.
هذا السيد كيتسالني واحد الحاجة ملي نجح قلت ليه إلا حلفتي من فما ما غنعاودوش هذيك الدائرة ولكن كيتسالني أنني ما هنيتوش أنا تنهنيه لأن تاهي وعدت بها لمحاربة الفقر والهشاشة توفير الظروف المناسبة لتنمية اقتصادية مستدامة ومدمجة بمعالجة الاختلالات الماكرو اقتصادية وتشجيع الاستثمار العام إصلاح نظام المقاصة تكثيف المبادرات التي تستهدف مساعدة الفئات الفقيرة والهشة تعميم نظام المساعدة الطبية ولا يخفى عليكم الدور الكبير والمهيكل الذي تؤدي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك. شكرا. شكرا كلمة التعقيب. شكرا السيد رئيس الحكومة على التهنئة وأريد أن أقول لكم لقد ضيعنا سنتين لهؤلاء الفقراء الذي لا حول ولا قوة لهم فالمطلوب منكم كحكومة الآن تستدركوا الوقت الضائع السيد رئيس الحكومة وشكرا وخاصة شكرا انتهى التوقيت السيد الرئيس ما دام يبدو ان هنالك انسجام بين اخوان المعارضه غير يقولوا لي انا شنو ندير مع الفقراء اللي قالوها لي وكانت في الامكانيه ديال الميزانيات نطبقها فورا انا موجود. شكرا. التهرب الضريبي تقدم به الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه دقيقه وعشر دقائق لتقديم السؤال والتعقيب عليه. دقيقه وعشر ثواني. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء. السيد الرئيس، يعتبر التهرب الضريبي إحدى المظاهر التي تنخر تدبير السياسة المالية بالبلاد وتضرب في الصميم مبدأ الحكامة الجيدة والعدالة الضريبية وتعرقل تحسين الموارد المالية العمومية وبناء علاقة الثقة بين الإدارة والملزمين. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي تضرب في الصميم التفعيل السليم لأحكام الدستور وتوجيهاته؟ كلمة السيد رئيس الحكومة. تعمل الحكومة على إرساء أسس سياسة الضريبة العادلة والشفافة وقد شرعت في تنفيذ توصية المناظرة الوطنية للضريبة سنة 2012 تدريجيا عبر القوانين المالية. تقوم الإدارة الضريبية باتخاذ إجراءات تهدف تعزيز الثقة مع الملزم من قبل تبسيط المساطير وتحسين فضاءات الاستقبال وتخفيض أجل إرجاع الضريبة على القيمة المضافة وغيرها. تم تعزيز عمليات المراقبة لضبط عمليات الغش والتهرب الضريبيين. تم إقرار إعفاءات من فوائد ودواعر التأخير لتشجيع الملزمين على الوفاء بالتزاماتهم. تم اعتماد القانون المتعلق بالمقاول الذاتي لتشجيع القطاع غير المهيكل على الدخول في وضعية نظامية. وشكرا. شكرا. كلمة التعقيب سيد نائب. رئيس سيد رئيس الحكومة، الواقع هو أنه تظهر أن الحكومة ما بدلتش مجهود كبير وما باغياش تبذل مجهود باش تدخل الاموال الضائعه اللي هي في حوزه عدد من الشركات وعدد من ارباب العمل. شكرا. انتهى التوقيت. الكلمه كل تعقيب سيد الرئيس. وهذا التهرب الضريبي غير التهرب على ما تنتبهش كل تهرب تسالت دقيقة وعشرة ثواني. وأما حكومة لا تريد أن تسترجع ضرائبها هذه حكومة خصها تمشي للكومة هذه وريونا كيفاش وقولوا لنا ملي كنتي في وزارة المالية علاش ما درتيوهاش وقولوا لينا الله يجزيكم بخير كيفاش نديروا في المستقبل. شكرا. انتهى التوقيت. انتهى الكلام. اشغالنا
وقبل الشروع في جدول الأعمال أعطي الكلمة للسيد الأمين لتلاوة ملخص عن المراسلات الواردة على المكتب. تفضل السيد. شكرا السيد الرئيس. توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق الأمر بما يلي: مشروع قانون رقم 7013 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مشروع قانون تنظيمي رقم 3315 يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 2911 المتعلق بالأحزاب السياسية، مشروع قانون تنظيمي رقم 3215 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 2811 المتعلق بمجلس المستشارين، مشروع قانون تنظيمي رقم 3415 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5911 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5911 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تقدم به مجموعة من النواب من فرق ومجموعات الأغلبية. كما توصل مكتب المجلس من المجلس الدستوري بالقرارين التاليين: القرار رقم 961/15 ورقم 962/15 اللذين صرح المجلس الدستوري موجبهما على التوالي بمطابقة كل من القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية في صيغته المعدلة، والقانون التنظيمي رقم 12/14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا للدستور. فيما يتعلق بعدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 19 إلى 26 مايو 2015، توصلت رئاسة مجلس النواب بما يلي: 86 سؤالا شفويا، 63 سؤالا كتابيا. مجموع الأسئلة الكتابية المتبقى دون جواب 10706. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الأمين. في الجزء الأول للسؤال لازالت لسيد رئيس الحكومة 6 دقائق و25 ثانية لترغبون في استعمالها سيد الرئيس تجاوزا. إذا سمحتم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات سيدتين والسادة الوزراء المحترمون، نستأنف بعون الله طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة. وقبل مواصلة جدول أعمال هذه الجلسة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الأطراف على الروح الوطنية العالية والتي استحضرت المصالح العليا للوطن وآثرت على نفسها المصالح الذاتية، مما سهل مأمورية الرئاسة في استئناف هذه الجلسة تجاوزا لما حدث في الجلسة السابقة، والتوجه الجماعي نحو المستقبل في إطار الالتزام بضوابط دولة القانون والمؤسسات وتجسيدا للأساس الذي يقوم عليه النظام الدستوري للمملكة القائم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتفعيلا للتوجيهات الملكية خصوصا تلك المتعلقة بتخليق الخطاب السياسي. سيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، إن الروح الوطنية والالتزام بخدمة مصالح المغرب كل من موقعه برلمانا وحكومة أغلبية ومعارضة تقتضي منا جميعا الترفع عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على سير المؤسسات وأدائها ووظائفها، وتقتضي منا أيضا انخراطا جماعيا وبشكل مسؤول في خدمة قضايانا الوطنية ومعالجة إشكالياته ومواجهة تحدياته. إن مجلس النواب ينبغي أن يظل ذلك الفضاء الوطني والمؤسسات للنقاش العمومي وتأطيره في إطار من الاحترام الواجب لمختلف المؤسسات وخصوصا الدستورية، كانت أشخاصا ذاتية أو معنوية، أحزابا ونقابات، فرقا برلمانية أغلبية ومعارضة أو حكومية، بعيدا عن شخصنة النقاش
أو توجيه التهم والتركيز على القضايا الكبرى للبلاد ومصالحها العليا. في هذه اللحظة بالذات يقوم جلالة الملك نصره الله بجولة إفريقية ناجحة مدافعا عن المغرب، رافعا رؤوسنا، محاربا الفقر ومدعما للتنمية. وفي هذه اللحظة كذلك يتابع آلاف المغاربة عبر الشاشة اشتغال مؤسستينا الحكومية والبرلمانية. أود وأتوسل الجميع أن نكون في مستوى النخبة التي أهلها المغرب لتدبير شؤونه. على بركة الله نستأنف